بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. باسم قيادة لواء التوحيد بمحافظة حلب نعلن عن تشكيل مكتب أمن الثورة التابع للواء التوحيد للمحافظة على أمن المواطنين وممتلكاتهم ومحاسبة المسيئين، وسنكون أشد حرصا على محاسبة المسيئين من الثوار أو ممن يدعون أنهم من الثوار، ونسأل الله تعالى السداد في الرأي والتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أنا العميد الركن زكي علي نوري من مرتبات لواء التوحيد في محافظة حلب، قائد أمن الثورة في محافظة حلب وريفها، ساهرا على تحقيق العدالة والمساواة وزرع الطمأنينة في قلوب الثوار والمواطنين، والله ولي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أنا المقدم أحمد حمد شيخ الجب من مرتبات لواء التوحيد في محافظة حلب، نائب قائد أمن الثورة، والله الموفق وهو ولي ذلك.